يعني الدوري الفرنسي العام الماضي ليل، ولكن ليل السنه دي كمان على مستوى الدوري الفرنسي في المركز ال11، وبالتالي كان على الورق مباراه سهله، ولكن تشيلسي قدر يكسب المباراه بشكل اكتر من رائع بالنتيجه 2-0. شفت المباراه ازاي؟ مباراه كانت قويه يعني حتى نتيجتها لا تعكس اللي حصل فيها. دليل ان توخيل نفسه قال ان الماتش مش محسوم، ولكن انا شايف ان فريق تشيلسي بخبراته بكوكبه النجوم اللي في صفوفه والاسماء اللي عنده اللي بتلعب عنده الخيارات الهجوميه الكتير جدا عند توخيل هيقدر يحسم المباراه دي. العيون كلها زي ما انت بتقول يا كابتن بتصب حاليا وبتتجه نحو تشيلسي. تشيلسي هو حامل لقب البطوله، صحيح. دايما حامل لقب لما بيلعب بيبقى كله بيتابعه، هل الفريق ده قادر يتابع لقبه السنه دي؟ هل هيكون هو البطل من جديد؟ فتشيلسي فرقه حامل اللقب، عنده كوكبه من النجوم، عمل ابرز سلسله صفقات في السنتين اللي فاتوا، عامل صفقات تقيله جدا. ده كله عايز اكلمك على الصفقات، واقف عند لوكاكو. تمام. بالرغم يمكن كان كل الناس بتتكلم ان لوكاكو هو الحلقه المفقوده في تشيلسي، لكن لغايه دلوقتي لوكاكو لم يظهر بالمستوى المطلوب، وكان في بعض المشاكل معاه، وكمان عدم اشتراكه امبارح في المباراه. شايف ازاي العلاقه ما بين يعني توخيل ولوكاكو في الفتره دي وانعكاسه على نتائج الشامبيونز ليج؟ يعني توخيل مدرب عنيد، التجارب اللي قبل كده ليه مع كل المدربين، مع كل الفرق سوري اللي تولى تجربه توخيل، مدرب عنيد دايما بيفرض فلسفته وبيفرض رؤيته ووجهه نظره. هو من ساعه خلافه، احنا لو لاحظنا كابتن ممكن نقسمها كده مراحل. لوكاكو بدا مع تشيلسي كل العالم اتكلم عليه الدبابه، وبدا بشكل قوي جدا في البريمير ليج وفي دوري ابطال اوروبا واهداف حاسمه وقوه، ثم دخل في الخلاف مع توخيل فاستبعده تماما من حساباته. حاليا كاي هافيرتز اللي هو بيلعب في منتخب المانيا حتى جناح كتير جدا مش راس الحربه الصريح، بقى بيلعب بيه توخيل دلوقتي راس الحربه الصريح في تشيلسي وبيأثر وبيجيب هجمات، زي ما شفنا الجون اللي احرزه في ليل. كاي هافيرتز جاب هدف من الهدفين اللي احرزوهم في ليل الأول. والثاني طبعا جابوا الموهوب بوليزيتش، كريستيان بوليزيتش النجم الامريكي الكبير. فهو توخيل عنده فلسفته ان هو ما عندوش حاجه اسمها نجم، الفريق هو النجم. احد المدربين اللي بيعتمد دايما ان الفريق هو النجم عنده، وبيقدر يكون التوليفه بتاعته اللي بياخد بيها كل مباراه. كل فوز بيثبت ان هو صح، كمان لو في مشاده ما بينه وبين اللعيب او اختلاف وجهات النظر، ده كمان بيدي ثقه للجماهير ان هو ماشي على الطريق، ان الراجل ده تمام ماشي سليم. خاصه ان هو حاليا جماهير تشيلسي زي ما حضرتك قلت خلاص حلم البريمير ليج ابتعد. اللي هم كانوا خلاص السنه اللي فاتت بعد ما خدوا تشامبيونز ليج قالوا ان نبدا نلعب بقى احلامنا ان احنا ناخد الدوري الانجليزي، لا بعدت شويه خلاص. القصه دلوقتي محسومه بين السيتي وليفربول بنسبه كبيره جدا، هم اللي قريبين هم اللي بينافسوا مع بعض. فحاليا هو دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال اوروبا لو حققه تشيلسي الموسم ده هيبقى بيعمل انجاز ما اتحققش من فتره كبيره، طبعا من ايام الثلاثيه التاريخيه لزيدان مع ريال مدريد. طب يعني تعالى انا وانت برضو نراجع مباراه امبارح من خلال الارقام والاحصائيات. مباراة تشيلسي وليل، في طبعا وفوز تشيلسي بنتيجة 2-0 كان فوز مهم جدا لتشيلسي طبعا على حساب ليل، لان خلاص بشكل كبير جدا يمكن الفريق الانجليزي ضمن بشكل كبير الوصول لدور الثمانية. طبعا كانت الاحصائية قدام حضراتكم، الاهداف 2-0 لتشيلسي، الفرص ليل كان عنده فرصتين لم يحقق منها اي هدف، في مقابل 9 فرص لتشيلسي احرز منها هدفين. الاهداف المتوقعه لصالح تشيلسي 1.3 مقابل 0.7 لليل، نسبه الاستحواذ متقاربه نسبه 51% ل 49% لصالح تشيلسي، نسبه التمريرات الصحيحه لليل 83% لتشيلسي 88%، التصويبات لليل 12 تصويبه منها 3 ما بين القائم والعارضة مقابل 8 تصويبات منها 5 ما بين القائم والعارضة لتشيلسي، عرضيات 14 ليل 9 تشيلسي، ركنيات 6 ليل 4 تشيلسي. أرقام متقاربة إيهاب، لكن النتيجة 2-0. أرقام كمان في الكابتن في الجزء اللي هو بجانب الهجومي بيتفوق فيها فيريال في التصويبات وفي العرضيات وفي الكور اللي متسددة بين القائمين والعارضة، بس الفعالية بقى بيتصدر بتفوق فيها ليل. الفعاليه هنا لتشيلسي، هنا الخبرات بتاعه فريق تشيلسي هي اللي تحسم، ولذلك هو حتى لما اتكلموا كل الصحف الفرنسيه كانت بتتكلم بعد الخساره بتقول ان ايه، خسروا بهجمه مرتده، هجمتين مرتدتين، فرقه هي دي الخبرات يا كابتن اللي احنا بنقول عليها، رغم ان تشيلسي بيلعب على ملعبه، ولكن ليل عمل مباراه كبيره جدا وقدر تقريبا سيطروا استحواذ نص للنص 50-50 هي مستحوذين 49-51 هي، فليل قدم مباراه كبيره. وعشان كده بقول لك ان الماتش في فرنسا هيكون ماتش صعب على تشيلسي، ولكن تشيلسي هيعبر الماتش ده وقد يحقق فوز ثاني بفضل خبراته.
طبعا. في ظل الاندفاع الهجومي المتوقع لفرقه ليل في مباراه العوده. صحيح، يمكن خلاص، يمكن كل الناس بتتكلم ان خلاص يعني تشيلسي موجود في دور الثمانيه في تشامبيونز ليج. نشوف توخيل المدير الفني لتشيلسي قال ايه بعد الفوز على ليل 2-0.